السلام الله عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اذا فيديو اليوم خاص بدرس غرامير الجزء الثاني، اذا الدرس الذي سبق ورأيناه في الاسبوع الاول، لا فراز الجمله. اذا تتمه هذا الدرس او الجزء الثاني من هذا الدرس، لا فراز 2. دير جو مو رابيل غولي لا ريغل، سنعيد قراءه يعني الاستنتاج الذي يعني رأيناه في الحصه السابقه. ما هي الجمله؟ La phrase est une suite de mots qui a un son. إذا الجملة هي مجموعة من الكلمات المتتالية والتي لها معنى un son. Il commence par une majuscule. يعني أول كلمة في الجملة تبتدئ بماجوسكول بحرف يعني كبير. Et se termine par un point. وتنتهي بنقطة. إذا هذه هي الجملة. Je m'entraîne. إذا لدينا سؤالين، سؤال الثاني والسؤال الثالث. إذن سنجيب عن السؤال الثاني. سوليني seulement la phrase correcte. La capitale du Maroc est Rabat. Présente sa Marrakech ville Leila. Reda aime beaucoup sa ville natale. إذن سنقوم بتحديد الجمل الصحيحة، يعني الجمل التي لها معنى، الجمل التي تبتدئ بأول كلمة تبتدئ بحرف ماجوسكول وتنتهي بنقطة. إذن الجملة الصحيحة هي الجملة A. La capitale du Maroc est Rabat. إذن سيأتي بعض الأشخاص وسيقولون حتى الجملة C صحيحة. رضا إن بوكو سافيل ناتا، لأنها يعني جملة لديها معنى. لكن أصدقائي لم يتحقق الشرط، وهو النقطة في آخر الجملة. إذن فهي جملة غير مكتملة، إذن بدون وجود النقطة يعني أن المعنى غير تام، وبالتالي فهذه لا تعتبر جملة، لأن الجملة تبتدئ بماجوسكول وتنتهي بنقطة. يعني نفس الشيء مع الجملة A. لا كابيتال، لاحظوا L ماجوسكول، لا كابيتال دو ماروك إي رابا بوان. دونك بالنسبة لي B و C لا يمكن اعتبارها جمل، لأنه بالنسبة لي B فهي جملة، لاحظوا on n'a pas la suite des mots، يعني الكلمات غير متتاليه، فهي فقط كلمات معزوله، كلمات معزوله. بالنسبه للسي ريدا ام بوكو سا فيل ناتال، بالنسبه لهذه الجمله لدينا ار ماجوسكول، يعني لو مو او بيان لو برومي مو دو فراز او بيان دو لا فراز سي ار ماجوسكول، مي اون نا با لو بوان لا فان دو لا فراز. دونك لي ريغل ou bien la règle n'est pas correcte ici, donc la phrase est incorrecte. On ne peut pas considérer la phrase C comme une phrase correcte qui commence par une majuscule et que et se termine par un point. Troisièmement, je mets les mots dans l'ordre pour construire deux phrases. إذن لدينا مجموعة من الكلمات المعزولة غير مرتبة. إذن سنقوم بترتيب هذه الكلمات لنحصل على جمل مفيدة. دونك سنختار الكلمة التي تبتدئ بحرف كبير ماجوسكول، لأن بطبيعة الحال هي الكلمة الأولى في الجملة. دونك مراكش. Marrakech. Le verbe se trouve et le complément se trouve au sud du Maroc. Au sud du Maroc. Marrakech, toujours une fille jeune au Maroc. Marrakech se trouve au sud du Maroc. Les kalimat يعني المخصصة للجملة الثانية سلمى سان باي بوكو ام. دونك دائما الكلمة الأولى يجب أن تكون يعني مبتدئة بحرف ماجوسكول. سلمى ام، الفعل ام بوكو، الأدجكتيف بوكو، سان باي سان باي. إذن سلمى تحب كثيرا بلدها المغرب.
إذا نمر الآن إلى الحصة الثانية من conjugaison. إذا في الحصة الأولى رأينا le passé, le présent et le futur. إذا مجموعة من العبارات التي يعني تحدد الزمن الماضي والحاضر و يعني المستقبل. رأينا كذلك تصريف الأفعال في الماضي والحاضر والمستقبل وبعض بعض الكلمات الدالة على الزمن des indicateurs du temps. إذن هذه الكلمات فهي تساعد في معرفة الزمن الذي نتحدث عنه أو الذي نتحدث فيه أو الزمن الذي تقع فيه يقع فيه الفعل. إذن je m'entraîne. إذن يمكنكم الرجوع إلى القاعدة في الصفحة 15. إذن الآن يعني مباشرة سنمر إلى التمارين الخاصة بهذا الدرس. Indique pour chaque phrase c'est lié au passé, au présent, pardon, au passé, au futur. Et donc, ça nous dit, هل الجملة في الحاضر, الماضي أو المستقبل. La semaine dernière, إذا لاحظوا معي. La semaine dernière, يعني الأسبوع الماضي. La semaine dernière. Les élèves de l'école Massira sont écrits, ou bien on écrit une lettre aux élèves d'une école au Canada. يعني انطلاقا من هاد من هاد من هاد العباره لا سيمين ديغني يعني في الماضي دونك اون فا ايكريغ باسي تري بيان ايغ لاحظوا معي دائما ايغ يعني البارحه ايغ ايلون ريسو لا ريبونس دائما الماضي لو باسي اون سو مومون يعني في هذه اللحظه اذا اون سو مومون فنحن نتحدث عن الحاضر لو بريزون لي زيليف دو ليكول ماسيرا lise la lettre de réponse et regarde les photos. إذن هنا سنكتب le présent. لماذا؟ لأنه بطبيعة الحال لدينا هذا المؤشر وهذا الكلمة الدالة على الحاضر. En ce moment. La semaine prochaine. إذن لاحظوا معي الآن. La semaine prochaine. يعني الأسبوع المقبل. هنا انتقلنا إلى المستقبل. Ils vont leur envoyer des photos de Casablanca. Donc هنا سنكتب فيتور لأنه هذه الجملة فهي تخص المستقبل. سؤال ثاني سولين دون لو تيكست لي اكسبرسيون كي تون اد ا ريبوندر. إذا بالنسبة لهذا السؤال فنحن قمنا بذلك يعني قبل الوصول إلى هذا السؤال فهذه الكلمات التي قمت بتلوينها باللون الأصفر وتحديدها والتأشير عليها فهي الكلمات أو العبارات لي اكسبرسيون المساعدة على تحديد الزمن زمن الفعل فعل الجملة أو زمن يعني الجملة أو الحدث. وبهكذا أصدقائي نكون قد أنهينا الإجابة عن أنشطة الحصة الثانية من غرامير وكونجيغيزون. إذن موعدنا إن شاء الله تعالى مع باقي يعني باقي دروس هذا الأسبوع الأسبوع الثاني من الوحدة الأولى. كونوا في الموعد دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.